اللي هو شخص يدعى حسين حسين مصور سيد الرئيس، شكي عليه بأنه هو نزع على الصفحة من الصفحات إنه كان يعني يسب عليه ولا ما فعل. ففعليا هي المشكلة، أصل المشكلة أصل الخلاف هذا الموضوع فقط. أو منزل الادعاء بالحق المدني عودة الجاني عن ما اقترفه وذلك من خلال الاعتدال، فحلها قانونيا أصلا بغض النظر مش رح أطلب منه عشان أنا أكون مسؤولة عن كلامي، بدها تكون إنه هو يعتذر ممن أساء إليه. والاعتذار إحنا بالنسبة لنا مشكلة للسبب، لأنه محمد فعليا ما تواشش.